وللأمريكان. قد تفهم العقلية الإسرائيلية والرغبة في الانتقام بعد أحداث 7 أكتوبر، لكن ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ترى بأنها منساقة بالفعل إلى الرواية الإسرائيلية، أم أنها توفر الغطاء السياسي الكامل لكل جرائم الاحتلال؟ وبالتالي تحدثت منذ قليل عن النتائج العكسية، هل سيكون أيضا هناك نتائج عكسية على سلوك واشنطن لاحقا؟ يعني بالتأكيد، أولا الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ اليوم الأول كان واضحا على موقفها أنها تعتبر هزيمة إسرائيل هزيمة لها، فبالتالي هي أخذت دور القيادة من نتنياهو ومن الجيش الإسرائيلي حينما أرسلت، يعني حينما حضر بايدن وزير خارجيته ووزير دفاعه وحضروا مجلس الحرب الإسرائيلي واتخذوا قرارات يعني مشتركة، وحينما أرسلوا جنرالات من القيادة الوسطى ومن الحاملات الطائرات، يعني قوات المارينز وقوات الدلتا. الآن الجيش الأمريكي منخرط تماما بالقتال، القيادة الأمريكية السياسية والعسكرية منخرطة بالقتال، وهم الذين يديرون المعركة. وكان هناك خلاف صحيح بين بايدن ونتنياهو حينما اجتمع مع نتنياهو وأصرح بايدن وقال طلبت من نتنياهو أن يبحث عن خطط بديلة للحرب البرية، لأنه يدرك تماما أن ذهاب الجيش الإسرائيلي في حرب برية خسارة كبرى للجيش الإسرائيلي، لأنه يعرف تماما أنه يعني الدخول إلى قطاع غزة سهل، لكنه سهل يشجع الدخول على إليه، ذلك، يشجع على الأقل ولكن لوصف الاستمرار في ذلك. عندما تتحدث عن الانخراط والتواطؤ الأمريكي لواصف، إلى أي مدى يمكن القول بأن هناك أطراف تتحدث عن أن إسرائيل تستنسخ بشكل واضح التجربة الأمريكية التي تعاملت بها الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات عدة في وقت سابق، من ضمنها الحرب على العراق والدعاية الأمريكية فيما يتعلق بوجود أسلحة دمار شامل، وثبت في وقت لاحق زيف هذه المزاعم؟ هل هناك نقلة للخبرة إلى هذه الدرجة تبدو واشنطن متواطئة في هذا العدوان؟ يعني ما نلاحظه على أرض الواقع صحيح، يعني هي استنساخ موجود، يعني قالوا عن حرب العراق وجروا الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها 1,000,000 جندي إلى بغداد تحت عنوان كاذب تبين فيما بعد، وهم نفسهم اعترفوا أنه كذب وتضليل، فبالتالي هم لديهم يعني الغاية تبرر الواسطة. فبالتالي أنا أعتقد أنه إسرائيل تنقل أو تستنسخ تجارب فاشلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، فاشلة في مقدماتها وفاشلة في نهايتها. يعني حينما نتحدث عن تجربة العراق، العراق فاشلة وخرج، وحتى الآن العراق يعني مقبرة بالنسبة للجيش الأمريكي. فيتنام تجربة فاشلة أيضا، هرب الأمريكان هروب. أفغانستان تجربة فاشلة. لبنان 83 تجربة فاشلة حينما خرجت حاملات الطائرات الأمريكية من البحر الأبيض المتوسط ومعها 241 جثمان أمريكي إلى واشنطن. أنا أعتقد ما يجري الآن هو استنساخ لتجارب فاشلة ولنتائج أفشل. أنا أعتقد أنه المقاومة الفلسطينية هي التي تملك الآن زمام السيطرة والقيادة والمبادرة بالميدان، وهذا ما يزعج إسرائيل وما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هم يتخبطون، لا يوجد لديهم أي معلومات لا أمنية ولا استخبارية، فلذلك يبحثون عن غرف المرضى ويحققون مع المرضى. تخيلي أختي العزيزة، الجيش الذي يعتبر نفسه من الجيوش المتطورة في العالم الآن يحقق مع مرضى في مستشفيات، وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية في العالم. ممنوع دخول المستشفى بالسلاح، دخلوه بالدبابة. ممنوع الجندي يدخل بالأسلحة الخفيفة، دخلوه بالأسلحة الثقيلة، قصفوه بالمدفعية بالدبابات. يعني هناك قناص الآن محيطين في مربع المستشفيات، وتحديدا عند مستشفى الشفاء يقنصون كل من يتحرك نعم. في منطقة المستشفيات. شكرا جزيلا لك.